السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس ديال السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، لا الناس اللي عندهم الماكسي أو الناس اللي عندهم الموفيل ولا حتى اليونيفير، كلهم عندهم واحد الدرس، واحد التلميذة طلبتني أنني نشرح لي بويسونس. هنا هذا بويسونس هو درس، مثلا كنلقاو واحد العدد مكتوب على شكل بلا ما ندير أ باش ما تلفوش، مثلا اثنان وفوقها كينا واحد مثلا ثلاثة. هاد العدد هذا ما عرفناش شنو هو أو كيفاش غنحسبوه أو لا فاش من نطاق غادي نحسبوه أو لا التسمية ديالو. أولا هاد العدد كيتسمى باللغة العربية القوى أو لا بويسونس. البويسونس بالنسبة للفرنسية بويسونس، هذا كيتسمى لاباز يعني الاساس، وهاد الثلاثه غادي نسميوها ليكسبوز. ثلاثه غادي نسميوها ليكسبوز الاس الاساس. هاد لا بويسونس هادي يعني القوه القوى، لاباز فيها لاباز هو الاساس، وعندنا الأس هو ليكسبوزون اللي هو ثلاثة، وكنكتبوها على شكل أ بويسونس أن. أ كيما كانت أ دو أن نومبغ أن نومبغ غولاتيف، كيما كانت أ مهم كتخالف واحد أو لا كتخالف واحد، و أن راها أكبر من واحد، أن أكبر من واحد و أ كتخالف واحد، حيت واحد جميع الأعداد واحد أس أن راه كتساوي واحد، جميع الأعداد في واحد في واحد في واحد كتعطينا واحد. إذن غادي نعطيكم هنا بعض الخاصيات اللي كتعلق بالقوى. هانتوما سمعتوا لا بويسونس هي واحد العدد اللي هو لاباس اللي هو الأساس، ومن بعد كنحطوا الأس اللي هو ليكسبوزون، كيتكتب على شكل اثنان أس ثلاثة. هاد الكتابة اللي هي اثنان أس ثلاثة أشنو كتعني لينا؟ اثنان أس ثلاثة أو لا دو بويسونس تخوا إتيكالا، يعني اثنان معاودة تخوا فوا، دو فوا دو فوا دو. اثنان أس ثلاثة يعني اثنان في اثنان في اثنان، ثلاث عوامل، ثلاث عوامل أو بيان تخوا فاكتور. عامل هو الفاكتور، هادو يعني معاودة ثلاثة المرات هي أس ثلاثة. يعني أ أون جينيرال أ بويسونس أن إتيكال أ فوا أ فوا أ فوا فوا أ أن فوا، يعني أن فوا أن أن فوا أن فوا. Alors, A fois A fois A fois A, c'est-à-dire N fois le nombre A. يعني N, يعني A, N مرة. A, N مرة. إذن, أعطيكم واحد المثال، مثلا 2 أس 5 تساوي 2 في 2 في 2 في 2 في 2 5 مرات. 5 fois 5 fois 2 le nombre 2 le nombre 2 هذا هو la puissance. هذه هي la puissance. انا نعطيكم بعض الخاصيات ديال la puissance. مثلا الخاصيه الاولى هي a puissance n fois a puissance m est égal a بويسونس ان بلس ام. نعطيكم مثال، اثنان اس اثنان في اثنان اس ثلاثة راح تساوي اثنان اس او لا بويسونس دو بلس تخوا سيتادير دو بويسونس سانك على بويسونس سانك. هذا هو اثنان في اس اثنان في اثنان اس ثلاثة. نعطيكم خاصية ثالثة، هادو دابا ثلاثة الخاصيات اللي عطيت. عطيت A à la puissance n est égal à A fois A fois A fois A n n fois. OK. On a A os n fois A os m.
est égal à a à la puissance n plus m. وعطيتكم المثال ديال 2 اس 2 في 2 اس 3 هي 2 اس 2 زائد 3 تساوي 2 اس 5. الخاصية الثالثة هي a اس n فوا b اس n n مع العلم اعداد راه اعداد صحيحة تخالف الصفر تساوي A فوا B الكل أس N. مثلا example 2 فوا 2 فوا 3 فوا 3 مثلا أو بيان 2 la puissance 2 pardon فوا 3 à la puissance مثلا 3 أو بيان 4 بعد كاع من نفس العدد إيكالا pardon puissance 2 pardon هادي في نفس la puissance 2 فوا 3 à la puissance 2 مع السرعة بعد الخطرة ترى ممكن بنادم يساهم يعني 2 في 3 6 أس 2 هذه هي القاعدة رقم 3 A أس N في B أس N تساوي A في B الكل أس N. إذن هذو هما القواعد بثلاثة غنزيد قواعد أخرى هي A على B الكل أس N راه كتساوي A أس N على B أس N et aussi a puissance 0 est égal à 1 دائما a صفر راه يساوي 1 يساوي 1 a صفر تساوي 1 مثلا ناقص او لا 2 3 1 2 3 مليون مليار صفر تساوي 1 صفر تساوي 1 هذا كله الصفر كيعطينا واحد يعني هذه قاعدة وهاد الآخر مثلا 2 على 5 أس 2 راه يساوي هذه القاعدة الأخرى يساوي 2 أس 2 على 5 أس 2 على 5 أس 2 هذا هما القواعد الأولى ديال عدد أو لا ديال القوى ديال القوى على بالنسبة للقوة مثلا إلا بغينا نحددو الإشارة ديالها أولا دائما إلا كان A أكبر قطعا من صفر ستازيغ بوزيتيف إلا كان A بوزيتيف يعني A موجبة شنو كيطرى إذا A à la puissance N راه موجبة A à la puissance N راه موجبة راه موجبة مع N دائما راه كتكون أكبر من صفر N دائما أكبر قطعا من صفر إذا كانت A سالبة أو بيان إلي نيجاتيف ستازيغ نيجاتيف A إذا كانت نيجاتيف ألوغ A à la puissance N elle est négative. Alors A négatif هادي A négatif عندنا جوج ديال الحلول الا كانت موجبه و N راه موجبه دونك هذا راه بوزيتيف ولكن الا كانت نيجاتيف راه عندنا جوج ديال الطرق اولا عندنا غنشوفوا بعدا واش الا كانت N راه عدد زوجي يعني ايبير عدد زوجي شنو غتعطينا الا كانت ان عدد زوجي وهذه سالبه اذا A غادي تكون بوزيتيف اذا A اس ان غادي تكون اكبر من صفر بوزيتيف غادي تكون بوزيتيف غادي نحاول ما امكن بوزيتيف غادي تكون A بوزيتيف غادي نعاود الشرح ديال هذه الا كان A موجبه وان اصلا راها موجبه يعني هاد ا اس ان راه غتكون موجب ولكن الا كانت ا نيجاتيف الا كانت ا نيجاتيف شنو عندنا جوج ديال عندنا جوج ديال الاحتمالات اولا جوج ديال الشروط علاش لان دابا ا نيجاتيف غتبقى لنا ان الا كانت ان زوجيه او ان امبير او ان فرديه الا كانت ان زوجيه فهذه غادي تكون موجبه
مثلا اكزامبل ناقص واحد او ناقص اثنان اس أربعة شنو هي؟ هي ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد. هنا أربعة ديال ناقص وحدات، ناقص في ناقص سي زائد، ناقص في ناقص هي زائد، يعني غادي تكون موجبة، هذا غادي يكون موجب. نعطيكم الشرط الثاني، إلا كانت سي إن إي أمبير يعني فرضية، يعني أ أس إن غادي تكون نيجاتيف، غادي تكون نيجاتيف، غتكون نيجاتيف، علاش؟ غتقولوا لي علاش؟ مثلا غنعطي مثال، ناقص اثنان أس ثلاثة تساوي ناقص اثنان في ناقص اثنان في ناقص اثنان هي ثلاثة، ثلاثة يعني إلا حسبنا ناقص في ناقص زائد في ناقص غادي تعطينا راها أصغر من صفر، يعني سالبة. دائما إلا كان الجداء ديال عددين هما سالبين بجوج هاكا يعطينا موجب، إلا ضربنا الموجب في السالب راه يعطينا سالب. كنتمنى أنني وضحت بعض الشيء لي بويسونس للتلميذة أو للتلميذ اللي طلب مني ما بقاش عقلت أنني نشرح لا بويسونس. وبقات لي وحدة نسيتها، مورا أمبير إي بير بويسونس دو بويسونس أ بويسونس إن puissance m رايت تيغالا ا ان فوا ام. مثلا 2 اس 2 الكل اس 3 تساوي 2 اس 2 في 3 يعني تساوي 2 اس 6 ان على puissance n puissance de puissance a puissance n او puissance m يعني جوجات كنديرو هذا جوده هذا جوده هذا. كنتمنى انني يكون فتكم في لي بويسونس، ومازال غندير تمارين ان شاء الله في لا بويسونس ان شاء الله باش تتفهموا مزيان. عندي بالنسبه انا اصلا سبقت الصفحه 110 والصفحه رقم 111، وان شاء الله غادي نخدم مازال الصفحه رقم 112. شكرا لكم على التتبع ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك لي لايك بزاف، وتبارطاجيو القناه ان شاء الله مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على تعليق ديالكم التحفيزية، سواء بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور أو الأمهات أو حتى التلاميذ. شكرا جزيلا لكم.